احكي لي كده عن يعني اول مشهد في التمثيل واخر مشهد في التمثيل. اول مشهد مثلته وانت صغير او في الجامعه ما اعرفش، واخر مشهد انت بتمثله دلوقتي، ايه الفرق ما بينهم؟ ايه الحلم ما بينهم؟ ايه الزمن ما بينهم؟ ايه الفكره ما بينهم؟ هو الزمن كتير قوي، من 93، يعني انا بمثل بقالي حوالي 22 سنه او 23 سنه. الاحتراف من 2001، من 93 ل 2001 او 2002 تقريبا، ده هواه بس. يعني اول دور انا عملته في حياتي كان الدور، اعتقد ان دوري يعني اسم المسرحيه اكبر من دوري نفسه. ليه؟ يعني ليه كان اسم المسرحيه ايه؟ المسرحيه اسمها الحياه المديده للملك اوزوالد، لغه عربيه وبتاع. انا كان دوري بدخل اقول باسم مواطني هذه المدينه بس، وبعدين الملك بيقوم ايه، وانا بقى لغه عربيه وبتاع، فالملك بيقوم عامل كده ويكمل هو بقى الكلام يعني. فانا يوم العرض وبدايه شغلي مع الفرقه حوالي 5 شهور، قعدت شهرين منهم ما بعملش حاجه، بس بحب انا عايز ابقى معاكم علشان عايز ابقى مخرج مش ممثل. يعني كان اول طموح لي ان انا مخرج. فبقيت اقعد معاهم اشكل لهم لغه عربيه بتاع. انت شاطر في العربي يا سامي؟ يعني كنت شاطر في الرياضيات وفي العربي. وفي العربي، لان اللي بيقرا قران كتير بيبقى كويس في اللغه العربيه. صح. فقعدت بتاع شهرين اصلح لهم لغه عربيه. وبعد كده ابتديت الجمله دي، قلت للمخرج انا عايز امثل، يعني عايز اقول الجمله دي، فقال لي ماشي قولها. واتدربت عليها 3 شهور، جمله 3 شهور. وجينا يوم العرض، يوم الافتتاح، وكنا بنعرض يوم واحد بس، مسابقه الجامعه يعني. فيوم الافتتاح دخلت لقيت الانوار ولقيت البتاع ولقيت فيه ناس، همهمات ناس. انا نسيت الابجديه، حروف الابجديه مش الجمله، نسيت الجمله خالص، وبقيت واقف كاني زي الاخرس، مش فاكر ايه حرف الالف ولا البي ولا التي، مش فاكر اي حاجه، كاني فقدت النطق يعني. وعملت ساعتها بقى نفسي ايه، مش فاهم اي حاجه، فعملت نفسي قال ايه يعني، اغمى عليا مش يعني ايه اغمى عليا يعني، فعملت نفسي اغمى عليا في المسرح وبتاع. فالملك قال عمل كده، فجم زمايلي بقى شالوني وبتاع، واحنا في الكواليس بقى ايه عمالين لازم استكمل مرحله ان انا اغمى عليا يعني. ما انت مش لاقي لهم مبرر يعني، انا بتدرب بقى لي 3 شهور عشان جمله. فسامعهم بقى ايه، في حد ايه، سيبوه ده هو مكسوف بس يفتح عينه. يا عيني. وابتدى بقى الشباب يتطوعوا علشان يفوقوني. فاللي يعمل لي مناخيري كده، كانت مناخيري هتتكسر ساعتها. واللي يعمل لي مش عارف ايه وبتاع. خلاص بقيت كويس. يعني بص، كان يوم رهيب رهيب يعني.